السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة المتواضعة، قناة مطبخ أم فايزة. في حلقة اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوة جد اقتصادية وسهلة، ما فيهاش مكونات بزاف وما كتاخدش الوقت بزاف. أجيو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي كاس ديال مايزينا وكاس ديال الدقيق ديال الحلوة وكأس ونص ديال الماء عادي، واحد معلقة صغيرة ديال الملحة، وربعة المعالق كبار ديال الزيت. بسم الله، في مولينكس غنوضع كأس ونص ديال الماء مع شوية ديال الملحة وربعة المعالق كبار ديال الزيت. غنطرب الماء مع الزيت مزيان حتى يولي الماء بيض بحال هاد الشكل هذا. غنضيف عليه كاس ديال مايزينا وكاس ديال الدقيق. غنطربهم مزيان، من بعد غادي نكبو في واحد قريعه ديال بلاستيك. بعد ما رديته في قرعه خديت الغلاقه ودرت ليها واحد تقيبه صغيره، خديت مقلاة ديال البغرير خليتها حتى سخنات وضعت عليها خطوط على هاد الشكل هذا، خليتهم غير تصهدوا، من بعد غادي نحيدهم. كيف كتشوفوا كيتحيدوا بسهوله، ما تخليوهمش يطيبوا. الا خليتيهم يطيبوا بزاف من بعد ما غاديش تقدروا باش غادي تلويهم. الا خليتوهم طابو بزاف غادي يتقرضوا لكم. غنكمل بنفس الطريقه اللي حيدتوها، غطيوها بواحد منديل باش ما يضربهاش الريح وتكرم. بعد ما ساليت غادي نبدا نلويهم على هذا الشكل هذا، كونوا عشيش صغير. غنكمل بنفس الطريقه، بعد ما ساليت غادي نوضع في وسطهم حبه ديال كاوكاو. ممكن ديروا كاوكاو او اللوز او البيستاش ولا القرقاع، التزيين كيبقى اختياري. وضعتهم في صفيحه الفرن، زدت عليهم شويه ديال الزبده مذوبه. غندخلهم الفرن اللي سخنت من قبل، غنخليهم ما بين 5 حتى 10 دقائق على حساب الفرن. بعد ما خليتهم في الفرن حتى تبدل اللون ديالهم خرجتهم ووضعت عليهم شويه ديال العسل على هذا الشكل هذا. كيجيو بنانين، كيجيو روعه. جربوهم غادي يعجبوكم بزاف. ولا عجبتكم وصفة اليوم ما تنسوش ديروا لي جيم، واللي مازال ما تابوناش يدير ابوني باش ديما يوصلوا الجديد. شكرا لكم والى الوصفة القادمة ان شاء الله.